السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي تلاميذ السنة الثالثة مسلك عربية وفرنسية، أقدم لكم اليوم درس جديد حول، هو درس ينتمي إلى مجموعة دروس المناعة. الدرس الأول هو حول المتعضيات المجهرية، لي ميكرو أورغانيزم. داكور، دونك جو فو مونتر إيسي أن شيما كو جي في. بون، أون لا ديفيرسيتي des micro-organismes. Tchanawur al-jaratim. La diversité des micro-organismes. Tchanawur al-jaratim. Bon, on dit les micro-organismes, on l'appelle en arabe al-mutaaddiyat al-mijhariya ou al-jaratim ou les microbes. D'accord? Ils sont divisés en quatre parties. Donc, on a le premier, ou bien la première partie, c'est les protozoaires. الحيوانات الأولية les protozoaires. Donc exemple des protozoaires, on a la paramecie qu'on a déjà vu en première année, le paramecium, l'amiba, l'amibe. On a deuxième catégorie les bactéries, les bacteria. Bon, بالنسبة للبكتيريا, on a des bactéries qui sont pathogènes, يعني بكتيريا ممرضة وبكتيريا نافعة. Bactéries ممرضة, par exemple, on a les bactéries, les bacilles de Koch, les bactéries التي تسبب مرض السل, مثلا, وعندنا بكتيريا نافعة, مثلا, البكتيريا, مثلا, بكتيريا اللبن, بكتيريا الياورت, هذه بكتيريا نافعة. مفهوم؟ عندنا la troisième catégorie, ce sont les virus, ou bien الحمات. Les virus, والحمات هي كائنات صغيرة جدا تسبب, هي يعني دائما تكون ضارة. لا توجد فيروسات أو حمات نافعة, ليس مثل البكتيريا مثلا, مفهوم؟ وعلى سبيل المثال الفيروس الذي نال شهرة كبيرة ونتحدث عنه حاليا فيروس كورونا. يعني هي الفيروسات جميعها كائنات ضارة, مفهوم؟ عندنا كذلك لي شامبينيون ميكروسكوبيك, الفطريات المجهرية. والفطريات المجهرية نقسمها إلى قسمين, قلنا الخميرات لي لوفور بحال مثلا خميرة الخبز, خميرة البيرة, وقلنا أوسي لي ميكوز. لي ميكوز بحثت عن ترجمتها يعني باللغة العربية, وجدتها فطريات, فطريات مثلا فطريات الأصابع التي توجد في الأصابع, فطريات يعني هناك فطريات ضارة وفطريات بطبيعة الحال في ظاهرها ضارة, ولكن يعني دو بوان دو في ميديكال فهي نافعة. مثلا فطريات البينيسيليوم, والتي سأريكم الصور فيما بعد. المهم هادو هما الأقسام الأربعة الموجودة في المتعضيات المجهرية. ونسيت أن أذكر أن المتعضيات المجهرية أو الميكرو أورغانيزم أو الميكروب إل إكزيست باغتو, توجد في كل مكان, توجد في الهواء, في التربة, في الماء, نجدها في أي مكان, مفهوم؟ لأنها كائنات مجهرية لا يمكن أن نراها بالعين المجردة, بل يجب استعمال المجهر, المجهر الضوئي, أو مثلا حينما نريد رؤية مثلا الحيوانات الأولية البروتوزوار, والمجهر الإلكتروني الميكروسكوب إلكترونيك أبالياج لوسكو أون فو فواغ باغ إكزومبل لي فيروس, باسكو سو سون دي أورغانيزم دي ميكرو أورغانيزم كي سون تري 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 بوتي. داكور. بون, الآن ننتقل إلى هذه الصور. مثلا عندنا هنا بكتيريا لي بكتيري دو ياورت, لاحظوا بكتيريا الياورت يعني اللي موجوده في الياورت. داكو سو سون دي باسيل لاكتيك اون فورم دو باتوني, يعني هي على شكل عصيات, دي باسيل لاكتيك. اي دي ستريبتوكوك يعني انشينيت. مثلا هنا هادو سو سون دي ستريبتوكوك, بكتيريا موجودة في الياورت على شكل كرات أو كريات, مفهوم؟ هذا يعني بالمجهر الإلكتروني, وهذه الصورة بالمجهر
أحاول تكبير الصورة. هذه الصورة بالمجهر الضوئي، لاحظوا هذو العصيات لي باسيل لاكتيك اون فورم دو باطوني على شكل عصيات، وهادو لي ستريبتوكوك اون فورم دو كوك يعني كريات مكورات. هنا نراها بالمجهر الالكتروني الميكروسكوب الكترونيك ابالاياج، دونك فوا 8000 فوا، دونك 8000 فوا، تكبير 8000 مرة. مفهوم؟ نلاحظ في هذه الصورة، هذه الصورة لقد رأيتموها فيما قبل في المستوى الأولى، الباراميسيوم هي كائنات وحيدة الخلية، إلي أوني سيلولار، regardez ici، أوني سيلولار، دونك هي on l'appelle les paramécies، على شكل يعني خلية كبيرة نوعا ما، خلية وحيدة. دونك يمكن ان نحصل عليها بواسطه مثلا نضع ماء فيه تبن ونتركه لمده اكثر من 10 ايام، ثم سنحصل ناخذ قطره ونضعها في الميكروسكوب الضوئي ونحصل على هذه الكائنات. مفهوم؟ هذه الكائنات توجد في المياه الراكده. هناك الباراميسيون، وهناك كائن آخر هو كذلك نجده في هذه المياه الركيدة اللي هو الأميبا، والأميبا هو أخطر من الباراميسيوم، لأن الأميبا يمكن أن تؤدي إلى داء الزحار الأميبي. الزحار الأميبي هو حينما مثلا نشرب مياه تحتوي على هذا الكائن اللي هو الأميبا، يمكن للإنسان أن يحصل له إسهال وقيء إلى غير ذلك وارتفاع في درجة الحرارة، إذا يمكن أن تؤدي إلى يعني إلى أمراض. مفهوم؟ نلاحظ في هذه الصورة، هذه الصورة هي فطريات موجودة على الخبز. دونك سو سون دي شامبينيون اون فيلامون، اون فيلامون على شكل خطوط أو خيوط، باردون، على شكل خيوط توجد في على في ظاهر الخبز. لاحظوا هنا كذلك فطريات أخرى ممرضة، وهي فطريات الأصابع لي ميكوز أو لابيل دي ميكوز. لاحظوا هذه الفطريات توجد على الأصابع وهي طفيليات تتطفل على أظافر الإنسان وتؤدي إلى هذه يعني تمرض الأظافر. مفهوم؟ بون، عندي هنا في هذه الصورة لاحظوا أن هذه فيروسات، مثلا الفيروس سنراه في العنصر الثاني، لا يمكن له العيش في أي مكان إلا في خلية حية. حينما يدخل جسم الإنسان يجب أن يعيش وسط خلية حية، لأنه يستفيد من مكونات النواة النوايو. مفهوم؟ إذن هذه فيروسات الأنفلونزا، الأنفلونزا العادية، la grippe, une cellule infectée par le virus de la grippe. هاي la cellule elle est infectée، يعني كمان يوجد بداخلها فيروس الانفلونزا. هنا صورة أخرى تبين لنا بكتيريا من نوع الستافيلوكوك. هاد الستافيلوكوك هي بكتيريا توجد على شكل عنقود العنب، هي التي تؤدي أو تكون سبب في وجود تقيحات على الجلد، ليزابسي اللي كنلقاوها في ليزابسي. دونك هذه هي التي تسبب هذه التقيحات في الجلد. الآن ننتقل إلى ورقة أخرى أو إلى عنصر آخر، وهي طريقة تكاثر هذه الكائنات المجهرية. مفهوم؟ إذا لاحظوا مثلا عندنا لي بروتوزوير، لي بروتوزوير اللي هي الحيوانات الأولية تتكاثر، وأعطينا مثال اللي هو لا باراميسي باغ إكزومبل، باغ لا ديفيزيون، عن طريق الإنقسام. مثلا لاحظوا هنا في هذه الصورة، هذه الباراميسيون خلية وحيدة حينما تصل إلى مستوى من النضج تنقسم وتعطينا خليتان دو باراميسيون، إنو دون دو
باغاميسيون داكو. دونك تنبقى شي او تتكاثر بواسطه الانقسام لا ديفيزيون. البكتيريا اللي هي باغ اكزومبل باسيل دو كوخ وهي عصيات كوخ التي تسبب مرض السل، عافانا الله واياكم. هي كذلك تتكاثر بواسطه الانقسام. مفهوم؟ عندنا هنا لي شامبينيون ميكروسكوبيك، الفطريات المجهريه، والتي يمكن تقسيمها الى قسمان. عندي لي لوفور، الخمائر او الخميرات، باغ بورجونمون، بواسطه التبرعم. مفهوم؟ بواسطه التبرعم. مثلا تكون لدينا واحده هكذا، حينما تنضج تخرج براعم اخرى من هنا ومن هنا، هذه البراعم تكبر كذلك ثم تخرج براعم اخرى. هذه العمليه نسميها التبرعم، لو بورجونمون. او الفطريات الاخرى الضاره التي رايناها بحال الميكوز، دونك هذوك الميكوز إل سيمولتيبلي، تتكاثر بواسطه التبوغ، لي سبور، التبوغ. مثلا عندنا هنا دي فيلامون، وهنا يكون هنا تكون أبواب، هذه الأبواب حينما تسقط تعطينا كذلك تعطينا فطريات أخرى. هذه العملية نسميها التبوغ. مفهوم؟ هنا يمكن الإشارة إلى نقطة أخرى، وهي كيفية، مثلا عندنا كما سبق وأن ذكرت أن هناك فطريات ضارة في ظاهرها ولكن نافعة، يعني من الناحية الطبية. مثلا البينيسيليوم وهي فطريات كان قد أوجدها أو اكتشفها عالم يسمى فليمينغ، ألكسندر فليمينغ، سنة 1928، حينما ترك، كان يشتغل على الاستافيلوكوك، على بكتيريا عنقودية التي تسبب التقيحات الجلدية، كان يشتغل عليها، وفي ذات يوم كان يريد السفر إلى التمتع بالعطلة. ذات يوم ترك العلب الذي كان يشتغل عليها، ترك واحدة منها غير مغلقة، مفتوحة. حينما عاد وجد أن تلك البكتيريا قد أكلت، صح هذا التعبير، أو مثلا اختفت نظرا لوجود كائن آخر اللي هو البينيسيليوم الموجود، الذي هو فطريات. ومن ثم يعني تم اكتشاف البينيسيلين التي تعالج بعض البكتيريا الضارة. المهم أقول قولي هذا وأستغفر الله، وفي فيديو آخر إن شاء الله.